أنا طالب لؤي عدنان مساد، أنا طالب من مدينة جنين. لما خلصت توجيهي الحمد لله خلصت في معدل عالي. كان هدفي أنا أنه أدرس الطب. كان في عندي أنا احتمالين، أنه أدرس أنا في جامعة النجاح واللي هي أقرب علي، وكان عندي احتمال تاني اللي هو أدرس في جامعة أبو ديس اللي هي جامعة القدس، جامعة العاصمة. فأنا الحمد لله اخترت جامعة القدس، جامعة العاصمة، لأنه أنا دائما من وأنا في المدرسة كانوا دائما بدرسونا عن القدس، بدرسونا عن المسجد الأقصى، بدرسونا عن أهمية القدس. كان دائما 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 كل ما يجي درس عن هذا الإشي كان يعني الواحد ينشرح صدره، يحب يزور هاي الأماكن، يحب يشوف إيش بدرس، يحب يشوف العظمة اللي عملوها أجدادنا. فكان قراري بأنه أتوجه لجامعة القدس. طبعا إحنا بجامعة يعني أي طب بشكل عام هو 6 سنين، منبلش إحنا أول 3 سنين من حياتنا في الجامعة كأي طالب جامعي بمحاضرات، بعد الثالث اللي هم السنين اللي بعدها، 3 سنين اللي بعدها منروح بنطلع على المستشفيات. طبعا مشكور جامعة القدس بتوفر لنا الفرص بأنه إحنا نتدرب في مستشفيات القدس اللي هي مستشفى المقاصد، مستشفى المطلع، ومستشفى الهلال الأحمر. ومشكورين طبعا انهم بيساعدونا بانهم بيوفروا لنا التصاريح وحققوا لنا امنياتنا اللي كنا واحنا صغار نتمنى انه نيجي على هاي الاماكن. انا انوار الاهلي، طالبة طب سنة سادسة، خريجة انه يعني رح اتخرج من جامعة القدس. مبسوطة انه الله اتاح لي الفرصة اني ادرس الطب في وطني فلسطين، تحديدا في جامعة القدس، وانه كملنا مع بعض زملائنا من اول سنة لسنة سادسة. هلا احنا على مشارف اخر ايام وبنعيش الفرحة في قلب القدس، فهي اجمل فرحة.